نخدم في النوار انا سكن هنا حي تضام 105 3 4 ايام عنده 700 ايش عندك ولا عندي ولدت هنا 23 سنه عمري مولود هنا عندك رخصه ما حبوش رخص ما عندوش محاضر في الجامعه برشا محاض شيخ محاض ما بيشتام 700000 محاضر 700000 فكولك الكهرباء متخرج الكهرباء متخلص 700000 قد ايش شغل عندك تخدم عليهم 700000 3 سنين تو نخدم في النقل 700000 700000 قد ايش ممكن نخدم عليهم شهر صدق ممر برشا 6 محاضر 4 مليون و200 حق الكهرباء كيف سلكها 700000 ولا فلوس تعدي الفلوس جعالة هاي جعالة تعدي فلوس صفا خدمة ماشية كان خلونا هما صفا كان خلونا صفا تخليك المرور والامن هذا اللي حاسب روحه يحمي فينا اللي بينا احنا هاك الكهرباء جرت جو ساو تريشها من هاك كان حلك الباب شوف العالم شوف العرض شوف المواطن ايش ايش نوريك ليه العباد فاش تروح ايش نوريك العباد ايش ايش هاك العباد فاش تروح وقديش لازم لك البلاصه ب 500 نعبي 20 20 25 قد ما تطلع عباد نعبيه 20 واحد 20 واحد اي قد 500 مليم ب 10000 تسمحهم 20 المهم ب 10000 من انت ليه قال هنا حد ايش حي تضام انا اولاد حومتنا نروحوا بهم جيراننا هنا نروحوا بهم خاطر غادي تاخذ تاكسي ما تطلعكش الحي تضام من الانطلاق وكيران ما تطلعش الحي تضام تهبطك غادي في الرمبوا ما توصلكش لهنا انا خاطر برشا ناس يتشكوا من ترونسبور في حياتهم ماشي ترونسبور وانا نخدم احنا عطينا الرخصة ونخدموا هاي فما عطينا انا فما عبيد حب تخدم هي تعطينا رخص يقول لك امورك مش قانون فاهمك حاجه بالله هذه انظروا لنا فيها جنوبيه انتم انظروا لنا فيها احنا في حي تضام البطاله ريت فاش نخدموا 23 سنه انا عمري ما لقاش مش نخدموا فما واحد معروف كان في التجمع توا في النداء اسمه عنده 26 رخصة بشر واحد عنده 26 كهرباء معناها 26 رخصة وانا كان مع الترابل سيد توا مع النداء هو عنده 26 رخصة احنا ما عندناش رخصة واحدة انت تصب انا عندي صاحبي صاب من 2007 لتو مازال ما خذاش وهو عنده 26 رخصة هذه بالله تقولوا لنا زيب ريتهم طايشين ما عندهم حد شيء يخدموا فيه فهمت صغار انت عندي صغار صاحب شو يخدم خوي بطال ها واش نخت اش قاولك انت ما عليها الدن توكل فيهم الله اعلم عند ربي واكل فيهم شنيان قسم ومثلا فيه ربي كل يوم اش قاولك كل مره او نصبه او كذا كل مره احكي تعمل نصبه زاد برا ناحيه اش قاولك اي علاش ما تمشيش معناتها الولايه تاخذ رخصه تمشي الولايه عندك معارف وينو عندك كتاف صاحبي عندك كتاف تمشي الولايه ما عندكش تبقى صفر واضح ما عليها تونس صفق عليه جاوك بيه معلم سبع سنين باسبوري بوراقي يا هاو نمشي نجي على ليبيا بوراقي ما عندنا شيء تمشي الولايه برا نعيطوا لك حطوا ورق عندي برشا مطالب يعني لقيت منهم مره يبيعوا في القلوب مطلب نتاعي حماس عندي برمي عندي زوز صغار عندي زوز بنات واحده عمرها عامين واربع شهور واحده عمرها توكل فيهم عامل ناس من بيفطر في مدالينا الحاكم كل يوم يجوا يهزوا هنا الحاكم تمشي باش تقدم مطلب في خدمة ما تخدمش تمشي باش ما ثميش هذي يتفرج بطال بطال كنا بطال معلم يعني هذا عمري هذا عمري انا عمري 18 يعطوني 2000 مليون تقرا ولا ما تقرا انا ما نقراش بطلت القراءة ما عنديش فلوس علم صنع انا ما تعلم صنع صنع وين صنع هذي ما يفهميها الصنع هذي ما عندناش فلوس احنا هذي عندك اكتاف تدخل تخدم ما عندكش شقيات بطال في الكياس وانا في 105 كل احنا موت هنا قسما بالله موت نحن خطوتين على العاصمة يلزمك تعمل فيزا باش تمشي لوسط البلاد وما يقبلك حد حيت ضامن اجاني ما عندك ما تعمل حيت ضامن في الليل جوها احلى جو مريقله العباد تعرف بعضها نحبوا بعضنا حيت ضامن تو خذيت سمعه معناها في بلايص اخرين اللي كون عباد فيها مش باهين وعباد بالعكس العباد نغلطوا كيما الناس الكل كيما جمله الناس ونحبوا بعضنا حتى كي نغلطوا في بعضنا تسامحوا العباد الكل هنا زواولة ومتوسطين كيف كيف الناس الكل عايشة ولاباس موصلين ميساج للعباد ديما حتى في الكياس يوقفك بوليس من حيث ضامن حتى النظرية نتاعو ما عادش معناها يخزن لك ديما نيجاتيف ما عادش يخزن لك بوزيتيف دونك مش هذاك الموجود حيث ضامن فيها الطبيب وفيها المصلي وفيها اللي اشترى اللباس وفيها اللباس عليه وفيها المتوسط وفيها المثقف موجوده برشا عباد خرجت بحيطة ضمن ولا لباس ايه زيتون ذوق صح ولا صح شو انت ولد حيطة ضمن ايه ولد عاي 105 صغار بالليل ليه والله كنا خدام انا خلصنا ولا واحد شو بتخدم انت شوي اه قد ايه خلصت والله 5000 اما نورمال 25 روان نهارك 25؟ ايه 25 هذاك تسبقه 5000 تسبقه وهذاك خبيتها اه
كل يوم تخبي 20000؟ ديما مخبيها مش كل يوم هذا. وقت الحاج. وقت الحاج. هاي خويا نتفرج في الماتش ما عندي ما نعمل صح. بطل مترسم كان نتفرج في البارتي. أمورنا تعبة كل شوف الشعب كل بطالة شعب كل بطالة صح. هاي خويا. وين تسكن؟ أنا خويا 105 نص. ما تخدمش ما عندك صنعة؟ ما نخدمش خويا ما عندي صنعة عندي برشا حابس. ما عندي برشا حابس مسخر الحابس نعمل 2001 أنا جبت في الحابس. شوفوا حل الخدمة. الحل خويا مش حل مش تخدم شنو باش تخدم؟ ما عندك ما تخدم. الناس كل تشوف فيها خويا كل لقيت خدمة ما خدمت. تصرف مال. كيفاش؟ منين تصرف؟ منين نصرف؟ والله الدار عندي خويا برا في إيطاليا بعد شوية فلوس نصرف فهمتني؟ شاشيت هذا على راس هذا وهي ماشية حي هكاك يا خزر حي شعبي خويا كلنا نعطوا بعضنا شاشيت هذا على راس هذا هذيك هيك. حتى زعما برجولية اللي هو بها برجولية كلها بطالة تشوف فيها الناس كلها بطالة لا فما لا خدم لا شيء. أمورنا يعلم بها ربي برجولية تشوفها كلها. يا قاد وهم في قهوة قال لنا خلينا برجولية نسقطوا على رواحنا من الاخر بلادنا على الحي ترفر من الاخر صح. ما عندك صنعة ما عندي صنعة عندنا كان وجهة ربي من الاخر صح. واحد يشوف خدمة يخدم. نحن نشوف خدمة ونشوف بها خدمة كلها بطالة شكون باش يخدم؟ تخدم لك بنية 250 و300 ألف. منين تصرف؟ أنا الدار نصرف شكون باش نكذب عليك؟ ما الدار كانت سقط شوية والصناعة تبقى بطالة ما يمدلك حد. شكون باش تصرف عليه؟ شو اسمك أنت؟ ها؟ اسمك؟ أحلى عيطوا له. نص الليل عيطوا لك نص؟ لا هاي نص الليل برا ربي معك. عسام أخويا. لا لا أخويا شنو أحوال؟ سهار الليلة؟ إي سهار كالعادة. ماتش عادي ماتش نحن الجماعة بتاعنا نلعبوا تريح روندا لهنا فهمتني ومن بعد نتفرجوا في الماتش. شنو الأجواء في الحومة؟ الأجواء طيبة شنو ناقصة شوية مهمشة شوية العباد ما تخدمش شطر العباد بطالة فهمتني قليل اللي يخدم في القهوة هذيا معناها كعباد يخدموا البقية كلها بطالة معناها. اللي ياخذ قهوة يفصح ما يخلص. لا يخلص ما يخلصش معناها بطالة ناس محتاجة ناس تحب تخدم. شنو الحل؟ الحل في الدولة تعطيهم قروضات ثم ناس عندها صنايع لكن ما عندوش فلوس باش يخدم. كي البارح كي اليوم هي نفس الشيء نفس الوضع. خويا نحن الحياة الشعبية عندنا الحق في الحبس، لا جينا معتمد يشوفنا، لا جينا والي، فهمت؟ تعمل تخلص خويا في الباب هذا. لا فما لا خدم، كان الكذب، شفت كان في التالت تسمع فيه في التلفزة، ما فماش منه جبنة في الواقع، هاك شوف فينا في الواقع كيفاش، 500 راجل، أنا بو صغار، هذايا بو صغار، هذاك بو صغار، كلها بطل تعمل نص بيجي فكاكر. منين تصرف؟ ها؟ من حياة صاحبي ما عنده يد الحلال، هات دينار، هات 2000، هات 500، هذاك خويا مندبر في راسي. لا تكسرت في سياقي، طردوني من الخدمة. قداش عندك تخدم بلد؟ عندي برشا. وخدموني شهرين ثلاثة يقول لك براوح، خدمك شهرين ثلاثة يقول لك براوح، خدمك شهرين ثلاثة، ونخدم بالليل، ناخذ 14000. يا ربي خلني نخدم. فكرونا شوية يا أخوي. شكون المسؤول؟ المسؤول رئيس دولة، رئيس حكومة، معتمد، والي. اللي شاد منصب في البلاد خويا تفكرني بجاه ربي يتفكرونا شويه يا خويا عسام الله يسلمك شنو سهر الليل انت وقتاش ترقد الصباح باهي الحومه هذه باهي عز حومتنا حج شو اسمها الحومه 105 حومة الشر اللي شو تبر حومة الشر اللي شو تبر